خوتي المغاربة، السلام عليكم. خوتي المغاربيين، السلام عليكم. انا جيت نبرزطكم واحد شويش عاوتين كما جرت العادة، وانتم شفتوا طبعا الخبر الذي قرأناه جميعا. قال لك سيدي الثروة ديال سيدنا تضاعفت 122 درجة. الثروة ديال سيدنا تضاعفت 122%. نعم، والثروة ديال الشعب المغربي هودت 6000 مليون مرة نحو الهاوية. هذه هي التنمية وإلا فلا، هذا هو النموذج التنموي الحقيقي وإلا فلا. نعم، الحاكم عندنا كيترفح والشعب كيزيد تقود عليه، كيزيد ينحدر فيه في معارج الفقر والبؤس والحرمان والعدس متقوب والخبز أتاي وما بغينا فتنة. نعم، وطبعا بحال اللي شفتوا اخوتي الخبار جبناه لكم من موقع لكم، موقع مغربي يتواجد داخل الزريبة، او لا للذين يحلو لهم ان يسمونه وطنا، يتواجد في المغرب. نعم، يعني ماشي موقع ديال المعارضة، ماشي موقع تاع البوليزاريو، ماشي موقع تاع الجزائر الكبرانات وديك التخربيق وديك الخوال خاوي، نو نو، موقع مغربي داخل المغرب. نعم، كيتكلم على هذه الحقيقه وكينزلوها لكم فوق التبصيل هيدا، على كيفاش، على تبصيل من ذهب، على صحن من ذهب، زعما مساله عاديه، فهمت؟ هيدا دابا بالدارجه شنو غادي نقول لكم، ديك الخبر كيفاش كيتقرا بالدارجه المغربيه، كيتقرا هيدا. الفلوس ديال المالك، الفلوس ديال المالك تضاعفوا تقريبا 130%. فهاد الشهرين الاخرانية يا الخوات ديالي 130 درجه تضاعفوا الفلوس ديالك. وجابوا ديك التصويره ديال المناجم، فهمتي؟ المناجم ديال المغرب، فهمتي؟ وجابوا التصويره ديال المناجم اللي فيهم الذهب والالماز، ها؟ وفيهم الثروات والمعادن النفيسه، مصورينهم كيحفروا هيدا بالليل والنهار، فهمتي؟ وكاتبين الثروه ديال المالك ضعفت 122 في السنه، 122 درجه ولا في المئة. بحال زعما ديك المناجم اللي عندنا في المغرب حنايا، نحن شعب المزاليط، نحن شعب الخبز واتاي، نحن شعب العدس متقوب، نحن شعب لا دجاج لبيبي، الملك وحبيبي. بحال اللي زعما حنا ديك المناجم ماشي تاعنا، هذيك المناجم تاع الملك وخاد الملك وخت الملك. تكحكح برا، صافي طبعوكم مع الظواهر هذه، صافي الفوسفات ديال المالك وديال الاسره المالكه والحوت ديال المالك والذهب ديال المالك والالماس ديال المالك والمعادن النفيسه ديال المالك، كلشي ديال المالك الخاو. سعداتك المالك ديالنا، والله العظيم الا سعداتك. دك على غداي المراك اخويا، دك دك دك. بسم الله، بقاو مقابلين كنقول بسم الله، ما كنقولش بسم الله، كنصبر بسم الله باليمين، بقاو مقابلين ديك الخوال خاوي. ما نعاود لكمش يا اخوتي، كتعرف على جاو عندنا. المهم، فين كنا؟ بقاو مقابلين، قلت لكم بقاو مقابلين، اللي كنقول بسم الله ما كنقولش بسم الله، كنقول السلام عليكم ما كنقولش السلام عليكم. حنا في المغرب باقي عندنا في الراس ديالنا، ماشي بعابش، عندنا في الراس ديالنا خوتي اش غادي نقول لكم، عندنا حنا، نحن المغاربه ونحن المغربيين ونحن الشعوب المسلمه غالبيتها، باقى عندها البعابش والعناكب في الراس ديالها، كيلصقوا في شي حاجه تافهه. علاش ما كتقولش السلام؟ علاش تتقرع؟ علاش كتشبر؟ شنو تتغلب؟ بحال دابا مازال لهم بالخبارات ديال المنافق الاشير، المنافق الاشير بن كيران، وطبعا انا مسؤول على هذه الكلمه ومسؤول على هذا الوصف، انه منافق اشير. نعم، مهما مدحت فيه يا استاذنا حميد المهداوي، يبقى بن كيران منافق اشير. نعم، والمنافق يكذب بصدق، فهمتي كيفاش؟ خصك تعقل على هذه المعلومه السي حميد المهداوي، المنافق يكذب بصدق. وتشوفوا كيقول لهم ديك الموازنه، وقالوا لي واحد السيده تاع المقاصه، وقلت لها، وقالت لي كنجيب البنزين، وقلت لها، وقال لي المازوت، وتنعطي لهم 60 مليار، وما تيدخلوا لي جوج لتر تاع ليصاص، وتخربق، وراه هو دخل في المؤامره، فهمنا سي حميد؟ بن كيران ما هو ديب، وهذاك الحمار العالمي ما هو حمير، بجوج بهم بيطبولات المخزن.
بجوج بيهم بيادق ديال المخزن، بجوج بيهم الضبوعه ديال المخزن. سدات المدام، قال لك ديب شارف، قال لك حمار، اجي وكون ديب. ها واش اجي وكون ديب؟ ها كتوصف لي بن كيران بالديب الحمار ديال العالمي. ها مقنصر الفق في الاصل ده. واحد المصيبه الكحله اخوتي، ديك خانه، ديك رئيس ما يسمى البرلمان في المغرب، ديك العالمي، هذيك المصيبه. هذاك اخوتي نهار اللي غادي تبدا الثوره المغربيه، انا اعاهدكم عهد عهد التاريخ، هذاك النهار اللي غادي تبدا الثوره المغربيه ان شاء الله، غادي تكون واحد الفرقه، غادي يتم انشاء فرقه خاصه من طرف لجنه الثوره للقبض على امثال ديك الطالبيه هذيك. نعم، هو وبزاف الرموز غادي يشبروهم بالواحد الواحد الهليكوبتر، عرفتي، غادي نعملوا لهم واحد الشغل اخوتي. داكشي لا يتصور، داكشي لا يتصور. كاين واحد فيلم ديال الخوف معروف، الصاو ولا شي تخربيقه بحال هيدا، عرفتوا هذيك فيلم ديال الخوف قدايم، الصاو، فيه الجزء الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السابع الثامن، لا فيه السادس وقيله والسابع، عرفتوا هذيك فيلم ديال الخوف. عاد خلاك يعملوا واحد موليكو واحد اللعبه بحال هيدا، فهمتيني. والمهم شتي ديك اللقطه، ديك الجزء الاول ولا الثاني، باش غادي ينزلوه في واحد بيت هيدا عامل بحال شنو اسمه، بحال شي سبيطار هيدا، بحال شي مستشفى، وغادي يربطهم بالسناسل، كل واحد مربوط بالسناسل، وهذاك غادي نعملوا لهم ان شاء الله، هذاك غادي نعملوا ديك الطالبي وديك بن كيران وديك الرميد وديك الشقار وديك شابا، ديك الرموز اللي دابا كتدوق في الشعب المغربي وكتنهبلوا الثروات ديالها. وطبعا ديك الادوات ديالهم، قال لك الرمضاني، قال لك كذا هيبه بريس، كذا هيسبريت، بالواحد غادي نوزهم. انا قلت لكم اخوتي بليكوبتر، هيدا بليكوبتر، سوف ناخذهم بليكوبترات وبفرق خاصه، غادي تاسسوا لجنه الثوره، وغادي ننزلهم تما في ديك الموطع، وغادي نربطوا يماهم بالسناسل، فرقوشه وحده، رجل وحده غادي تربط بالسناسل هيدا بالسلسله ولاصقه مع الحيط، فهمتي كيفاش؟ وكاملين بهم قدامهم الماء، بزابز ديال الماء، بحق حتى واحد ما كيقدر يوصل بزبوز، فهمتي كيفاش؟ وتا واحد ما قادر يلحق الاخر، فهمتي؟ ونخليهم تما عطشه وجيع واحد المده ديال خمسه سيمانات ست سيمانات، والضو مشعول عليهم والكاميرات كيصوروا، كتعرف انا هذا الخو. والله العظيم اخوتي مشهد جميل جدا. وديك الساعتين من اللي غادي يحسوا بان حقا لقد طار الشعب المغربي وان لا مفر، غادي تبقاو تسمعوهم كيخرجوا ديك الاسرار، وغادي يبقاو يقولوا حنا كنا سرق، وحنا كنا كنكذبوا عليكم، وحنا كنا كنخدموا الطاغوت الاكبر، وحنا كذا. بلاتي الخو، بلاتي. ترونه انتم ايها العبيد بعيدا، ونحن الاحرار نراه قريبا، والله نراه قريبا. جات بالجرو ديالها توقف حدايا، انا بقات حنز فيا هي والجرو ديالها. المهم خليك تما. المهم قلت لكم اخوتي، كيقولوا الديب ما الديب، الديب الشارب، كتعرف شنو هي الديب اخوتي ولا ما كتعرفوش شنو هو الديب؟ الديب واحد الحيوان، كتعرف حنا المغاربه كنوصفوا بنادم بالديب هيدا من حيث لا ندري. واش اجي وكون ديب ولا واش اجي وكون ديب؟ الديب حيوان معروف بالشجاعه وبالفطنه وبالذكاء والإخلاص، نعم، والقوة، والقرارات، اتخاذ القرارات الصعبة في الأماكن والأزمنة الصعبة. الديب عنده الأخلاق ديال الملوك أخوتي، واش كتعرفوا هذه المسألة ولا ما كتعرفوهاش؟ الديب عنده الأخلاق ديال الملوك، طبعا ماشي ملوك الزرائب، نو، الملوك اللي فيهم عندهم الهمة وعندهم الكاريزما وعندهم ديك الصوت والصيت والصيت الصيت التاريخي وكذا، فهمتي؟ الملوك الحقيقيون ماشي ملوك العبيد. والديب عنده كاركتير ديال الملوك، كتعرفوا هاد القضية؟ الديب راه ما كياكلش الجيفة اخوتي، الديب كي يطارد طريدته ثم ياكلها، فهمتي كيفاش؟ وإلا كلاو شبع كيخبع ديك الشيء من بعد يرجع له، فهمتي كيفاش؟ قال ما حدث انه تم التقاط صور ولا فيديوهات لديب كياكل جيفه، فهمتي كيفاش؟ والديب كيحزن ملي كيموت له البارتنير ديالو، علاش كتسمعو كيعمل عاويلو الذئابه؟ كيكون حزنان وما كيجوجش، ملي كتموت له العائله ديالو صافي فينيتو الخو.
ويقدر يغادر القاطع ويمشي. طبعا ماشي قاطع الذئاب، ما عندهمش القاطع الذئاب، يطلقوا عليه مجموعه الذئاب عنده واحد الاسم اخر. ما علينا، دابا حنا ماشي في الدروس الحسنيه باش نقول لكم المصطلح شنو هو، خصكم تفهموا الفكره والسلام. ما علينا، الدباء خوتي انا قلت لكم كيمشي كيهاجر كيمشي لقبيله اخرى باش كيدبر على العائله ديالو ولا كتدبر على الرجال، فهمتي كيفاش؟ ما كيبقاش في ديك عنده ديك عنده ديك الشعور بال فهمتي ديك النفيسه هذيك. انا في الحقيقه ما كيبرزطني حتى واحد، ولكن تخيتي علاش مبرزطاني؟ حيت وقفها لي فوق الراس ديالي، بحال اللي دابا كتفرج فيا ولا نسات الجره ديالها، نسات الكلاب ديالها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم ما علينا، الدب اخوتي عنده معروف، عنده الكاركتر ديال العظماء، عنده انا قلت لكم ديال الملوك، عنده كاركتر، عنده الاخلاق الطباع ديال الملوك. وانا قلت لكم ماشي الملوك والزرائب الذين ياكلون ويحزقون. نو نو نو، ملوك حقيقيون بالحق. واحد الحاجه كتعجبني في فيديوهات حميد مداوي، انه بعدا كيصرح بواحد القضيه، كيصرح يعني بغض النظر واش واش غفلتان ولا 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 الضمير ديالو حي. المهم علينا، حنا ما ندخلوش في التفاصيل، ما ندخلوش في الروح ديال بنادم كيفاش عامله. كيقول لك هادشي كاع اللي وقع في الساحه المغربيه كاع عاملينه باش يدوخوا الشعب المغربي، باش يخليوك مكالمي، واحد الشعب مكالمي. وهذه حقيقه، هذه حقيقه خوت. نعم، هاد الاخبار الشائعه وهاد التخربيق كامل باش كيدوخوا القاطع، لان القاطع خصو يسمع الخوا الخاوي. بحال انا كنقرا دابا هنايا، دابا كنشوف هنايا عندي، دابا عندي الخبارات اللي كاينين هنايا اللي كيتشاهدوا بزاف، شنو هما؟ عندي الخبارات ديال دابا بداو ديك العياشه اللي كاينين في اوروبا كيعملوا فيديوز وكيقولوا للعياشه اخرين، كيقولوا لهم مرحبا بكم في المغرب، سيدنا زول التلقيح، زول جواز التلقيح، زول كذا، اهل امه اجي والعائله. هذوك فيديوهات كيتشافوا بزاف، فهمت؟ العالم علينا يتفرقع اخوتي، شو المغاربه شنو كيشوفوا. اي والله، اولا هذا الخبر هذا سمع، قال لك مهاجر مغربي، مهاجر مغربي يضبط زوجته مع اخاه التي حبلت. شنو هذا التخربيق هذا؟ كيفاش مهاجر مغربي ضبط زوجته الحامل من شقيقه؟ التخربيق ولا شقيقه؟ شوف عباد الله، شوف دابا هذا ما قال، ماشي فيديو، ما قال عدد القراءة وصل 35,000. ها، واخا المغاربة ما كيقراوش بحق الخبارات بحال هكذا، كيعجبهم يقراوهم، فهمت كيف؟ الشعب قراي، خراي. شيكو. دابا العياشة أوروبا محاركين الدعوة دابا. كيقولوا المغاربة سيدنا زول التلقيح، دخول كذا الدنيا، بلاتي اليما غادي تحصل في طنجة تما عاوتاني كتعرف، يقولوا لك اريدك 1000 درهم عاوتاني ديال الليبرا و1000 درهم ديال الليبريت. ديك البركة اللي هود بيها باش تسكر بيها كاملة غادي يديوها لك في مارسا تما، سير بالله. هذا إضافة لهذا الفيروس اللي مازال في الطريق، عاوتاني ندقرو دا وكذا، بابا وسدوا عليكم الحدود هذه المرة. بابا وتسدوا الحدود هذه المرة أخوتي، بابا مع أوكرانيا وروسيا والحرب والنووي والعدس والزراع وكذا، بابا صافي مشيتوا فيها نيشان والله العظيم. انا بعد اتخذت قراري غادي نضرب شي باسيون ان شاء الله لاسبانيا ولا لايطاليا ولا غادي نمشي للكريك، غادي نقوز واحد السيمانه تما ونتفركس لك مزيان ونعمل لكم فيديو ساعات كنتشمس مع راسي العام سيدي. ما كاين لا غبابار لا دبر عليا لا هالراجل ها جافيل ها لاكروا على الصباح ها العدس ها السردين ما الحريق ديال الراس، ما كاين لا تحس بني ما كذا لا تحس بكسامارات. بابا نسينا اللي سطب عبد الحفيظ والله العظيم، ما ادككك ياك، ما كيناش هادي ما ادككك ياك. المهم انا قلت لكم اخوتي
دابا هما مخل دابا هما عاملين هاد اللعبه هادي، عاملين هاد اللعبه هادي. بلاتي بلاتي قبل ما ننسى قبل ما ننسى، بالنسبه لديك الاخ وليد اللي كتب لي السلام عليكم عبد الحفيظ كذا كذا، وراه ما كيوصلناش الاشعار، راه انت ماشي الاول اخاي، ماشي الاول، راه بزاف كتبوا ديك التعليق هذاك، بزاف كتبوا لي ديك التعليق هذاك. ولكن انا عاوتاني شرحت لكم، قلت لكم انا ما في يدي حيل، انا ما عندي ما نملكم، انا ما كنعرفش قوالب ديال اليوتيوب وهاد اللعبات، انا ما كنفهمش في هادشي، نكذب عليكم ما كنفهمش. نتوما بالنسبه لي انا كنشوف هاد المشكل ما خصوش يكون، فهمتي كيفاش؟ ان الفيديو ما كيوصل لكم شي الاشعار ما يوصلش، هذا ما خصوش يكون مشكل عندك، فهمتي كيفاش؟ علاش؟ انا نقول لك علاش، لان انا الناس اللي كنتفرج لهم في الفيديوهات ديالهم راه ما مشاركش في القنوات ديالهم، ما مشاركش في القنوات ديالو، ويوميا كنشوف فوقاش ما يخرجوا الفيديو كنشوفو. علاش؟ ملي كان يكون عندي الوقت وديك ديك 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 الحصه اللي عندي يوميا خصني نشوف فيها السوشيال ميديا، كنبغي نشوف اليوتيوب، كنتكي في اليوتيوب، كنتكي الفوق على اللائحه كتخرج لي الاسماء كاملين ديك الناس اللي تما اللي كنشوف لهم، كنتكي على هذا على هذا على هادي على هذا على هذا على هادي على هذا. شفت فيديو جديد كنشوفو، ما شفت فيديو جديد، ما عملوش فيديو جديد، صافي الله يجعلها. كيفاش نتوما كتبقاو تسالوا ما وصلكش الاشعار، ما وصلكش؟ دابا انا كنعمل الدعايه الراسية، انا كنحس براسي دابا بحال اللي كندلب راسي صراحه، والله العظيم ما كيعجبنيش نتعف في هذا الموقف هذا، ولكن الله غالب على امره، هادشي اللي كاين، ما عندي ما نعمل. المهم غادي نشرحها اخر مره اخي، اوكي اخر مره غادي نشرح هذا الاشكال هذا، اوكي اخر مره غادي نتكلم في هذا الموضوع هذا. بالنسبه لبنادم اللي ما كيوصلوش الفيديو ديالي، ما يبقاش يكتب لي تما اخي ما كيوصلكش الفيديو، ما كيوصليش الفيديو ديالك، ما عندي ما نعمل لك، ما عندي ما نعمل لك اخي، اوكي ما عندي ما نعمل لك. اللي باغي يشوفني غادي يشوفني، اللي باغي يسمعني غادي يسمعني، يا وصل له الاشعار يا ما وصلوش الاشعار، سدت المدى. والمهم صافي نخليوها في هذا بونتيتو هذا، ما نزيدوش نبقاو نتعمقوا بزاف، واحد مساله تافهه، واحد مساله ما كتستحقش اكثر. المهم ما علينا، اللي كتحرقوا الدرسة كيمشي يقلب على الكلاب، هادشي هو اللي كنعرفوا حنايا، اللي كتحرقوا الدرسة كيمشي يقلب على الكلاب، أولا كيقلب على هذاك اللي يزول له، ماشي كيتسنى هذاك يجي يزول، نو نو مشيت قلب السي دير شوية المجهود. والله العظيم صدعوني، ما كيوصليش الإشعار، ما كيوصليش الإشعار، ما كيوصليش الإشعار، ومالي يا أخي أنا تقول لي أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، خصكم شوية ديال خصكم تبينوا بأنكم حتى أنتم هزين الهم شوية وكتعملوا الحاجات. أنا فيسبوك علاش سديت الفيسبوك؟ فيسبوك ديالي علاش سديته؟ فوقاش ما نكون تما أونلاين بنادم كيبقى يقول لي عبد الحفيظ سلمان أسرد لي هذيك الفيديو خاينة اللي تتقول فيه كذا، أسرد لي ديك ها اللي أسرد لي يماك، شمن سرد لي ولا سرد له ولا ما ما عندكش حتى الوقت تفتش انت وتبحث وكذا، كيفاش هاد القضيه؟ ما كنفهمش انا هاد المساله، كيفاش؟ ياك شفتي واحد الفيديو عجبتك شي عباره فيه، عجبتك شي لعيبه فيه، عجبك الفيديو باغي تشوفو، كتكون في اليوتيوب وكتكتب على المشاهدات اللي شفتيها، كتخرج لك الفيديوز اللي شفتي وغادي تشوف تما الفيديو، صافي تا هادي نشرحوها لكم، مزيانه، سرد لي خاين هذيك الفيديو اللي كذا، امشي لي يماك شمن سرد لي ولا كيتعاملوا معاك فهمتي بعقليه تجاريه فهمتي، بحال انت زعما واقف على كليان فهمتي، بحال عندك شي حانوت، ما كنفهمش هذا الديكور هذا. ما علينا ما علينا، انا اللي اثر الانتباه ديالي اخوتي في هذا الاسبوع هذا الاخير هو القضيه ديال ما يسمى بالاحتفال بتاسيس ما يسمى الاجهزه القمعيه المغربيه في المغرب، الشرطه وديك الشيء فهمتي، واحد الظاهره غريبه ما مسالش كنشوف داك الشيء في التلفزيون المغربي الرسمي، بحال هذه المره شفتو بزاف صدفه، انا ما كنشوفش التلفزيون المغربي حقيقه، والله اخوتي ما كنشوف التلفزيون المغربي، لان اصلا التلفزيون المغربي ما عندك ما تشوف يما، هذه الاولى. التلفزيون المغربي تعمل باش يخلي الشعب المغربي شعب حمار، هذا هو الهدف والمخطط الذي يرجى تطبيقه وتحقيقه. صافي التلفزيون المغربي لا يقارن بتلفزيونات الدول اللي باغا الشعوب ديالها تتقدم، فهمتي؟ الدول اللي باغا الشعوب ديالها تتقدم، التلفزيون كيكونوا فيه مواضيع كتنمي الوعد الشعب. حنا في المغرب عندنا ديك البرامج وديك ديك المحتوى اللي موجود في التلفزيون المغربي كامل الغيص في الغيص، باش كيعملوا يماك الغيص في الراس ديالك كترجع انسان مغمس. ما علينا ما علينا،
الله يخرج هاد الضحك بسلام، ضحكت بزاف اليوم، وطبعا غادي يخرج بسلام، اي والله غادي يخرج بسلام، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي تخاف عليهم هما العياش اللي غادي يغرقوا، بلاتي بلاتي، بلاتي اليماكم غادي تغرقوا عن غرقة لا نجدة بعدها، ما علينا. قلت لكم هاد اخوتي هاد الاستعراض مفرط للقوه، فهمتي كيفاش؟ دابا وساعه كنشوف ديك الدعايه في التلفزيون الزريبي، نعم قال لك فرقه البوليس، فرقه الضهراك، فرقه كذا، فرقه التنقل السريع، هادشي انا ما كنتش كنشوفه في التلفزيون المغربي. هاد الايامات هذه جابوه كيوريو للزرائبيين بان حنا واقفين، حنا زعما غير هاد غادي نسردوا لكم هادو. إنه أمر قد دبر بليل، ما كتوقعش شي حاجة صدفة أخوتي في العالم وفي الزريبة على وجه الخصوص، وحتى ديك الصور الأخيرة ديال سيدنا اللي خرج هيدا كيبان هيدا مريض سقيم، فهمتي؟ اللي دغدغات العواطف، وفهمتي؟ بنادم بدا كيقول عنده كانسر في الراس، هاللي كيقول عنده كانسر في شي بلاصة، أنا كتبان لي غير مجرد مسرحيات على الشعب المغربي اللي دغدغات العواطف، فهمتي؟ لأن الشعب المغربي شعب عاطفي، فهمتي كيفاش؟ والسيد كيدي الثروه والثروه كتنمى، والخيرات دبلات كامله داها كيتمتع فيها، وعطى الرشوه لامريكا والاسرائيل وكذا وكذا باش يحميوا له العرش ديالو، وفي نفس الوقت يوريوها في الاعلام بانه واحد الانسان مسكين هذا كيتمشى هذا مريض سقيم عليل، انه سقيم عليل، انه مسكين قد حل به الوباء والسقم وينتظر العلاج من عند ربنا، وادعوا معه ايها الشعب لكي يصعيد قوته. بحال واحد خيتي واحد الجنيراله في التعيشيت والعبوديه والذل والمهنه، شفتها كتهضر في واحد الموقع ديال المخابرات، فهمتي؟ ما نقدرش نقول لكم هي سبريس ربما ولا هي بريس، كتهضر هيدا في الشارع هيدا، سقسوها كيسقسيوها على شي حاجه اللي ما عندها حتى علاقه بسيدها، وما شي حاجه بعيده، فهمتي؟ ما رايك في الطرام شي لعيبه؟ شوي سالت الهضره على ذاك الموضوع، بدات عليهم سيدنا، بدات كتبكي هيدا وكتناخطط، سيدنا يا ربي انا باغا سيدنا يا ربي باغا تكطلب الله سبحانه وتعالى يزول لي من العمر تاعي ويعطيه لسيدنا، سيدنا هو العينين تاعي تشوفيه انا، سيدنا كيمثلوا شعب ممثل اخوتي والله العظيم، بحال هذوك ديال كوريا الشماليه عاوتاني من اللي مات هذاك خينا اللي كان في 2012 عقلتو، ملي مات هذاك الرئيس في 2012 كوريا الشمالية باش جا أدبو حداك، عاوتاني نوقفو ديك العياشة كيبكي وهيدا، بحال اللي زعما كيبغيهم مالك ديالهم ولا العياشة والعبيد بارتو أخي فين ما مشيت، وعندهم نفس التقنية وعندهم نفس الأساليب، نعم ديك التزلف للدولة وكذا، مالك حموشي دارك سيدنا رجال حموش لا حم يمك الله ما نعاود. عندهم ديك العقلية مشاشكر ما تقدرش تفهمها، خصك تكون عبد ودليل ومهان باش تفهم ديك العقلية كيفاش كيفكروا فيها، فهمتي كيف؟ ماشي بحال ديك الناس اللي كتفكر خص الكرامة وخص الحرية، نو إن العبيد لا يفكرون في الحرية أبدا ولا يعرفون الكرامة مطلقا، إنما هم موجودون في هذا العالم لكي يتزلفوا للأقوى لكي يضمنوا بقاءهم فقط، نعم. والمهم أنا هادشي اللي بان لي أخوتي هاد الاستعراض اللي كيقوم به المخزن دابا، هاد الاستعراض الإعلامي اللي كيقوم به المخزن، هادي واحد حرب استباقية، حرب إعلامية استباقية، فهمتي؟ تيقول لكم راه أنا مستعد لكي أواجه ثورتكم أيها الجائعين، فهمتي؟ وطبعا لا يكوي النار إلا النار، الشعب المغربي خصو يعرف بأن المخزن أوهن من بيت العنكبوت، نعم المخزن أهون ولا أوهن من بيت العنكبوت، لا تعتقدن بأن المخزن قوي وجبار، المخزن ضعيف بزاف، قوته وجبارته تكمن في خوفكم وخنوعكم وسكوتكم، نهار اللي غادي تخرجوا للشارع وتوقفوا وقفة رجل واحد غادي تأكدوا من هادشي اللي غادي نقول لكم، غادي تشوفوهم هربانين، كل ما في الأمر أخوتي هو أن المخزن قراها وهي مزة في الطريق، فهمتي كيفاش؟ المخزن كما هو معلوم بذكائه الخارق قراها
وهي مازه في الطريق فهمتي. عرفوا بان العالم، وطبعا هادشي ما بقاش يصير دابا، مقدم على تغيرات جذريه. الكره الارضيه، هاد الكوكب اللي كنعيشوا فيه اخوتي، مقدم على تغييرات جذريه ستحصل قريبا. ما كنهضرش على من لهنا 100 سنه نو، هادشي قريب قريب، سنراه حتما وسنعيشه لا محاله فهمتي كيفاش. هادشي على الابواب فهمتي كيفاش. المخزن قرا بان هاد التغييرات هادي غادي يكون عندها وقع كبير على الواقع المغربي. ربما غادي يطير المخزن، غادي يطير صافي بالعاشر بالعاشر بغتة سيطير. نعم. كما طار معمر وطار صدام وطار البقرة الدحيكة وطار بن علي وطار صالح عبد الله صالح وطار الآخرون، نوبته قادمة لا محالة. نعم والله إني أقول لكم الحقيقة. إذن ملي شافوا هذا الشيء هذا كيشوفوه مسجد في الطريق، ها، والتوصيات ديال الماسونيه والصهيونيه والاستكبار العالمي، تتقول ليه شنو دير شنو دير، خلع الشعب، ها، بدا توري ليه الزرواطه، بدا توري ليه العسكر تاعك، بدا توري ليه بس زعما الشعب يتكالم فهمت. هادشي اللي كاين اخوتي. ولكن رغما عن انفه، المخزن الضمير يعود على المخزن هنا، رغما عن انفه سيطير لا محاله. لان هادشي اللي وقع في العالم دابا اخوتي غير اللي ما بغاش يشوفه السلام، غير اللي ما بغاش يشوفه. راه دابا هاد اليومين السويد وفنلندا قدموا طلب العضويه. السويد ها وفنلندا اللي هما واحد الدول قريبة لروسيا، وفنلندا عندها الحدود ديال 1300 كيلومتر مع روسيا، ومعروفين بالحيادية ديالهم، طلبوا العضوية مع الناتو. كتعرف هادشي شنو كيعني اخوتي؟ هذا كيعني إعلان حرب على روسيا مباشرة، هذا اسمه إعلان حرب، إعلان حرب. أولا لأن العضوية ما غادي تنفعهم في حتى شي حاجة، العضوية ما غادي تنفعهم في حتى شي حاجة، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. العضوية غادي تنفع أمريكا وأصدقاء أمريكا وحلفاء أمريكا، نعم ما تنفع، بس تزيد تبلبل روسيا فهمتي وتبعثر لها الأوراق ديالها. أما فنلندا والسويد ما غادي تنفعهم في حتى شي حاجة. فنلندا بعدا عندها معاهدة مع روسيا، فنلندا عندها معاهدة مع روسيا وقعتها مع الاتحاد السوفيتي سنة 1947، سنة 1947 فنلندا ها وقعت واحد المعاهدة مع الاتحاد السوفيتي في زمن ستالين. نعم، معاهدة عدم الاعتداء. نعم. وهذيك المعاهدة لازالت سارية المفعول. نعم، لأن فنلندا كانت كتعاون النازية ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الأولى. خبالكم فنلندا راه عدوة لدودة للروس. نعم، كانت كتعاون النازيين ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. نعم، وهتلر استغل ديك القرابة ديالو وديك الصداقة ديالو مع فنلندا، واستغل المياه الفنلندية باش يوصل يحاصر ستالينغراد اللي دابا كتسمى سبنطروغ، كي تنزل ستالينغراد عندها واحد الاسم اخر دابا. المهم، المحاصرة ديالها من طرف النازيين ادى الى وفاة 2 مليون ديال البشر، وهذه جامي غادي ينساوها الرصوص. 2 مليون ديال البشر ماتوا في سبب فنلندا. نعم، 2 مليون ديال البشر بسبب الاوبئه والمجاعه، الحصار شرس عملوه النازيين على 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 ستالينغراد في 41 42. نعم، ملي كان هتلر كيغزو العالم وكان كينتصر في المعارك ديالو قبل ما تدور عليه الدوائر ورجع كينهزم. نعم، ما علينا. وهاد الاتفاقية هادي مكتوبة فيها إلى الأبد، معاهدة إلى الأبد، معاهدة عدم الاعتداء إلى الأبد، يعني ما كتوقفش ديك المعاهدة فهمتي كيفاش. ويمكن دابا فنلندا تقول بأن هذيك المعاهدة وقعناها مع الاتحاد السوفيتي والاتحاد السوفيتي ما بقاش دابا، إذا ديك المعاهدة ستسقط. نو، لأن ديك المعاهدة تم تجديدها في الثمانينات، وتم تجديدها كذلك سنة 1992 في عهد هذاك شنو اسمه الرئيس الروسي الراحل، هذاك اللي كان كيضرب فودكا بزاف، يلتسن. نعم، في العهد ديالو سنة 1992 تم تجديد تلك المعاهدة بين روسيا الفيدرالية وبين فنلندا، معاهدة عدم الاعتداء الأبدية. دابا فنلندا
خرجت من ديك المعاهده، ملي كتبغي تنضم للناتو بمعنى انها خرجت اوتوماتيكيا من المعاهده، وهذا شيء انتم شفتوا. بوتين قال لهم سنرد حتى عسكريا على هذا الشيء هذا، فهمتي؟ اذا اخوتي بحال اللي قلت لكم في الفيديو السابق، لا يلوح في الافق الان شي حاجه اسمها الحل لهذا الصراع الموجود في اوكرانيا. لا يلوح يكذب عليكم شي كذاب يقول لكم راه غادي تحل الاشكال. نو نو، بالعكس، كره الثلج ستكبر وستشمل الكرة الأرضية. نعم، الكرة الأرضية كلها ستعاني من ويلات تلك الحرب وستنضم إلى تلك الحرب بطرق شتى. نعم، ما غاديش يبقى الحياد، ما غاديش يبقى أنا ما عندي ما نعمل، أنا ما عندي ما نقول. نو نو نو، غادي تخربق مزيان أخوتي. الأثمنة في 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 تصاعد، وأثمنة الأغذية أقصد، وأثمنة الطاقة في تصاعد، والمجاعات مجة في الطريق. وشنو غادي تنتظر؟ شنو غادي تنتظر؟ شنو غادي ينتظروا؟ هما دابا اوكرانيا بوحده، وشنو واقع معاها؟ ها اوكرانيا دابا بوحده، وشنو واقع معاها؟ فما بالك الا دخلت القوات الروسيه لفنلندا؟ وفين غادي يوصلوا ديك الساعه؟ راه 1300 كيلومتر بيناتهم. وانت ناعود في الناتو كتهددني انا، هذه روسيا هذه، هذه راه ماشي الزاريبه اخي ديالي، هذه روسيا دوله نوويه، دوله عظمى، فهمتي كيفاش؟ خص الجلوس الى الطاوله والحوار والمفاوضات. اما هذه اللغه اللي كتستعمل امريكا، ما لن تؤدي الا الى حرب كونيه. لذلك هناك الكثير الذين يميلون الى راي بان امريكا تريد ان تشعل حرب كونيه في العالم. نعم، لان الاقتصاد ديالها مضعضع، فهمتي، وكتعاني من التضخم، وبالتالي كتشوف الحل هو خلق واحد البلبله في العالم باش الاقتصاد ديالها يتستابيلا، فهمتي كيفاش؟ ستابيليزاسيون، فهمتي كيفاش؟ هادشي اللي كاين. وطبعا باش فنلندا ترجع عود في الناتو والسويد كذلك، خص ديك 30 دوله اللي عضو كامله توافق، فهمتي كيفاش؟ وهذا مستحيل ان يحدث، لان صاحبنا اردوغان بدا كيغوت من اسطنبول عاوتاني. نرفض انضمام السويد وفنلندا الى الناتو، حيت هو عضو في الناتو. أردوغان عضو في الناتو، في حلف صليبي. والمغاربة كيقول لك إمامنا أردوغان، وحم عدالة مخربقة بصح. طبعا تركيا عضو في الناتو قبل ما يتولد وقبل ما يتزاد أردوغان، ولكن ها هو أردوغان كاين وتركيا مازال عضو في حلف الناتو. دابا هذا الناتو هذا لمن كيعملوا هذا الناتو هذا؟ ها خصهم يوسعوا الناتو ويكبروه ويقويوا، لمن ضد من؟ واش باغيين يتحاربوا مع شي مجره اخرى؟ يعني الامور واضحه، واحد الجهه خصها تسيطر على العالم ولا؟ وطبعا ديك الجهه البلانتوس ديالها كتدبر عليهم، هذا كتعطيهم تفاتف. ما علينا، اردوغان قال لهم لا، علاش؟ لان السويد وفنلندا من اشد المعارضين لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. فنلندا والسويد هما الدولتان المعروفتان بموقفهما المعادي لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. وانا من هذا المنبر كنقول لك السي اردوغان، والله يا يمك لا دخلتي في الاتحاد الاوروبي. واش هذا عقلكم ولا جبرتوا اخوتي؟ تركيا غادي يقبلوها عضو في الاتحاد الاوروبي؟ ها؟ واخا ترجع تركيا كامله دور ديال الدعاره، كثار من دابا، واخا ترجع تركيا كامله كنيسات، والله لا دخلت في الاتحاد الاوروبي. سدت المدام، هذه حقيقه، هذه غير كيحمق راسو تما كيقول له يدخلوا لك تركيا في الاتحاد الاوروبي، تركيا غادي تكون عندها العضويه في الاتحاد الاوروبي، قال لك غادي يزولوا الفيزا على الترك، وصافي 80 مليون تركي غادي يجي لعندنا هنايا، المانيا وهولندا وبلجيكا والانجليز. كذلك تركيا طلبت هذه السيمانه، هذه طلبت من فنلندا والسويد، قالت لهم خصكم تعطيوني ديك 21 عنصر ديال بيكاكا اللي موجود عندك في فنلندا رجعوا لي. وقالت للسويد واحد 12 عنصر ديال بيكاكا اللي عندك رجعوا فيا، لان رجعوا لي لان الاكراد بزاف موجودين في الدول الاسكندنافيه، فهمتي كيف؟ والسويد وفنلندا عملوا له هكا، شنو غادي يرجعوا لك السي اردوغان؟ مزيان هادي بدا كيقول لهم رجعوا ما رجعوا، حماق هذا. وطبعا الموقف في فرنسا والمانيا، لان فرنسا والمانيا كيبغيو يهدنوا شويش الامور، فهمتي كيفاش؟ الخط الالماني الفرنسي ماشي هو الخط الامريكي البريطاني،
خصكم تعرفوا هذا الشيء. هذا راه كاين جوج الاتجاهات، كاين امريكا وبريطانيا اللي عندهم راي واحد في القضيه الاوكرانيه، وكاين المانيا وفرنسا. فرنسا والمانيا كيقولوا خصنا نهدؤوا الوضع مع روسيا، راه حنايا هما الضحايا الاولى اللي غادي الى مشات الله يستر الامور كبرت. اما امريكا راه بعيده، فهمتي كيفاش؟ بالحق امريكا عندها حسابات ديالها اخرى، وبريطانيا عندها حسابات ديالها اخرى. طبعا اخوتي انا ما كندافعش على فلاديمير بوتين ولا على روسيا ولا على الاتحاد السوفيتي. انا بحال اللي قلت لكم في فيديوهات السابقه، صحفي انقل لكم الخبر مع بعض الاضافات وكذا من اجل التشويق وكذا. هادشي اللي كاين. انا الراي ديالي معروف معامل، انا الراي ديالي معروف معامل، انا راه دخلتي معايا هاد الواقع ديالي. ولكن كتبقى واحد الانسان باغي يشمل السلم العالم، نعم ما باغي ينحرب. وقبل ما ننسى، قبل ما ننسى ملي جبت كلمه الحرب، بالنسبه لديك الخلافات الجانبيه، انا اخوتي ما عندي ما ندير بها، فهمتي كيفاش؟ هذوك التعليقات ديال اخويا عبد الحفيظ راه الكسكسو ماشي مغربي، الكسكسو جزائري. اخويا عبد الحفيظ راه طارق بن زياد ماشي مغربي، راه جزائري. اخويا عبد الحفيظ راه القفطان ماشي مغربي، جزائري. اخويا عبد الحفيظ راه النعناع واتاي ماشي مغربي، جزائري. انا هاد الخلافات اخي ما عندي ما نعمل بها، الله يجازيك. واش طارق بن زياد مغربي ولا جزائري؟ لا تهمني لا من بعيد ولا من قريب. واش القفطان مغربي ولا جزائري؟ لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد. واش كسكسو مغربي ولا جزائري؟ لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد. خليونا من هاد التفاهات. ها لا كسكسو جزائري، ها لا كسكسو مغربي. انتوما حومق ولا مسطيين ولا كيفاش؟ وزيد ودابا طارق بن زياد يكون مغربي ولا جزائري؟ انا بعدا لا افتخر به، انا لا افتخر بطارق بن زياد. طارق بن زياد كان واحد بلانتو ضد الدوله الامويه، وهجم على الناس كانوا عايشين في اسبانيا، وبدا كيسلخ فيهم ويقطع فيهم وصافي، هادشي اللي كاين. وجا وقدم ديك النصر هذاك للقائد الاموي، قال له وسجد له، قال له هاك اسبانيا، صافي هادشي اللي كاين. هاك الاندلس، ومشى مات دليل في القبر ديالو، راه هو في دمشق ربما ولا في حلب ولا ما عرف فين تفوت. مات دليلا ديك طارق بن زياد هذاك، لا كان مغربي ولا كان جزائري، مات دليل. ما عندي ما قيمه، مات كيس عايده في دروب الشام. وعودوا الى التاريخ وستجدون هذه الحقيقه. نعم فرحانين بطارق بن زياد، مزيان هذا. غنفرح انا بواحد القائد ها كان كيخدم الاجنده ديال الدوله الامويه، ويقولوا لي في التاريخ بانه فاتح اسلامي. شمن فاتح اسلامي؟ انتوما كتكذبوا على راسكم ولا؟ وزيدون ديك على بحر من امامكم والعدو وراءكم وكذا، وديك اللعب. اخباركم بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذه القصه هذه، قال لك اسيدي طارق بن زياد ملي وصل لجبل طارق حرق ديك باربوس اللي كانوا تما، ها حرق ديك باركوس اللي كانوا تما، البواخر الحربيه اللي كانت تما، بيطر راسه حرقة. وقال للعسكر ديالو، قال لهم البحر وراءكم والعدو امامكم. وكيفاش هو كيقول لك بربري، كيقول لك امازيغي؟ وكيفاش واحد الانسان امازيغي عنده هاد الفصحه هادي؟ والعرب كانوا باقي ما وصلوش لشمال افريقيا في ديك الوقت. قال لهم هيدا واقيلا، قال لهم هيدا البحر وراءكم تما، هو العدو امام. عاد كيتعصب عاوتاني شي امازيغي يقول لي كتفلا. نو 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 دنيا يا خوتي، حنا كاملين دبانه في بطانه انتوما عارفين القضيه. وطبعا الموضوع اللي كنت باغي نركز عليه وكنت باغي نهضر فيه بتفصيل واطناب هو الموضوع ديال الاحداث اللي كتوقع في الاردن دابا. بزاف ديال الناس ما متبعينها شي، ولكن هي تستحق الاهتمام. الاخبار اللي كتوقع في الاردن اخوتي دابا، الملك ديال الاردن عبد الله حبس خاه او لا فرض عليه الاقامه الجبريه، وهذه ماشي المره الاولى. وطبعا بالنسبه للمؤمنون المنتظرون كيعرفوا واحد الحديث اللي هو من يضمن لي موتى عبد الله اضمن له القائم، فهمتي كيفاش؟ كاين واحد الحديث ديال الامام الصادق عليه السلام كيقول الامام الصادق بالنسبه للناس اللي ما مطلعاش، بالنسبه للناس اللي كيبقاو يكتبوا لي اش تقول اش تقول اش تقول اش تقول. اسمع اخي اسمع، كاين 12 امام، 12 اماما معينون من طرف الله سبحانه وتعالى، فهمت كيفاش؟ الله سبحانه وتعالى عينهم، قال للرسول صلى الله عليه واله هادو هم خلفاؤك بعدك،
هادو هم أئمة المسلمين بعدك، فهمتي كيفاش؟ الرسول صلى الله عليه وآله عينهم من كان عايش، قال لديك الناس اللي كان عايش معاهم، ديك المسلمين، ديك قريش، قال لهم شوفوا ملي غنمشي أنا كاين واحد 12 إمام غادي يكونوا مرايا، غادي يخلفوني في الخلافة، ولكن المسلمين ما عملوش بالنصيحة الرسول، فهمتي كيفاش؟ 12 إمام، نعم، الأئمة من بعد 12، فهمتي؟ ملي نزلت الآية الكريمة أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، الصحابة سقسوا الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا له من هم أولو الأمر منا يا رسول الله؟ ورد عليهم قال لهم أولو الأمر منكم هما فلان وفلان 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 بالأسماء ديالهم وبالكونة ديالهم وبالصفات ديالهم. نعم هذا حديث موجود، ولكن المسلمين ما تبعوش النصيحة. واحد من ديك 12 الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق كيقول من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم. اللي غادي يضمن الموت عبد الله أضمن له القائم، يعني خروج القائم، خروج الإمام المهدي عليه السلام. المؤمنين المنتظرين كانوا يظنون بعبد الله ملك الحجاز اللي مات هذه 1-7 سنين، ولكن هذا كلا ماشي هو المقصود، لأن الحديث كيقول سينتهي ملك السنين والأعوام وغادي يرجع ملك الشهور والأيام. المؤمنين المنتظرين ظنوا بأن عبد الله هو المقصود في الحديث، ولكن إلى حدود الساعة الملك عبد الله السعودي ماشي هو المقصود، يقدر يكون المقصود هو هذا الملك ديال الأردن. نعم لأننا احنا اقتربنا من علامات الظهور، ليس كذلك، اقتربنا من الظهور الشريف، من زمن الظهور الشريف. طبعا نحن لا نؤقت لأن المؤقتين ملعونون، بس تقول الزمن الفلاني بحال اللي كنشوفوا شي بعض بعضين كيعملوا في فيديوز كيقولوا 2028 هاشنو غادي يوقع 2022، نو نو نو، ولكن علامة الظهور ظهرت وبرزت، وإحدى العلامات الحتمية موت عبد الله. واش المقصود هذا الملك اللي كاين في الأردن ولا شي عبد الله آخر؟ مهم كنت باغي نهضر في هذا الموضوع، ولكن كنشوف بأنني طولت في هذا الفيديو وهضرت في مواضيع مختلفة كما العادة، كما العادة كنتكلم أنا في مواضيع مختلفة. بالنسبة لديك الناس اللي كيلتحقوا جدادين بالقناة وبالمشاهدة وكيبداو يقولوا لي كتدخل أنا هذا هو ستيل ديالي أخي، أنا ما كنهضرش في واحد الحاجة، أنا كنهضر في حاجات متعددة ومتكررة. أبابا التكحكح بالروح مع هاد المغاربة. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم وتنتهي هذه الأمسية. بالنسبة للناس اللي دائما كيكتبوا التعليقات الجميلة وكيسقسيو وكيضحكوا وكيهضروا، تبارك الله عليكم، وروداتي وقبولاتي، كنتم رجالا أم نساء، كنتم داخل الزرائب أم خارج الزرائب، تحياتي لكم جميعا طبعا. ونحن مقبلين على أيام ستكون ساخنة، الله يخرج العواقب بسلام والسلام، هادشي اللي كاين، وتهلاو لي فراسكم وفيفا الاتحاد، وهنيئا لاتحاد طنجة طبعا بفوزها، ولكرة السلة طبعا، وهنيئا كذلك للمغرب التطواني بصعوده للقسم الوطني الأول، مغرب التطواني كرة القدم، والرحمة والمغفرة للشاعر العراقي الكبير الذي وافته المنية بالأمس مظفر النواب رحمه الله، وكذلك الرحمة والغفران للفنان المصري الكبير سمير صبري رحمه الله. نعم وبالنسبة لمظفر النواب أنصحكم بالاستماع إلى قصيدته الموجودة على اليوتيوب قمم قمم نعجة على غنم، وتبقون على خير.